للمرة الأولى تلد الرأي رأياً آخر، وللمرة الأولى تخرج الرأي من جلباب الحكومة ليطالب صحفيوها بمطالب مالية وإدارية اعتبروها شرعية، أهمها كما قالوا رحيل سور وكف يده عن الصحيفة. بهذا النفس نصب صحفيو الرأي خيمتهم الاعتصامية منذ قرابة شهر ونصف للمطالبة بكف يد الحكومة عن التدخل في الصحيفة والتضييق على الصحفيين. نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني أكد أن مجلس النقابة أصدر بيانا بالأمس بتغيير إدارة صحيفتي الرأي والدستور، مطالبين باختيار أشخاص بعيدا عن المحسوبية والتنفيعات، مطالبا مجلس النواب بضرورة التدخل ومساءلة الحكومة للعمل على الاستجابة لمطالب صحفي الرأي. كما أشرت كانت بالأمس جلسة طارئة تدارسنا فيها موضوع ما يحدث في صحيفتي الرأي والدستور، وخلصنا إلى إصدار بيان حددنا فيه ما يجب عمله في المرحلة القادمة. الأمر الأساسي هو مطالبة بتغيير مجالس إدارة الصحف واختيار أشخاص بعيدا عن التنفيعات والشلالية والمحسوبية، أشخاص لهم علاقة في واقع عمل وعمل المؤسستين. خاطبنا مجلس النواب وتمنينا عليه أن يتحرك بمنطلق مسؤولياته الدستورية في مساءلة ومراقبة الحكومة، باعتبار أنه الحكومة من خلال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي تساهم في المؤسستين في الرأي بحوالي 54% وفي الدستور بحوالي 37%، فيجب على مجلس النواب أن يتحرك لمساءلة، خصوصا أنه الأمر مسألة تتعلق بصحيفتين أساسيتين لهما دور أساسي في خدمة الوطن والمواطن. سكرتير التحرير التنفيذي في صحيفة الرأي معتمد الحلالمة أوضح أن المعتصمين بيّنوا مطالبهم لمجلس الإدارة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يتم تنفيذ مطالب الزملاء. احنا بعد مرور تقريبا 35 يوم، تجاوزنا 35 يوم على هذا الاعتصام، بتعرف انه طلع بيان وضحنا فيه شو هي مطالبنا. مطالبنا كما عرفت وقدمناها لمجلس الإدارة المنعزل حسب المعلومات الواردة، راح يكون في عنا بكرة يوم إضراب، يعني بحيث أنه الجريدة ما راح تصدر يوم الثلاثاء. الإجراءات التصعيدية ما بعد الإضراب، يعني في هناك أكثر من إجراء تصعيدي لكن سنقرر في حينه. من جانبه بيّن عضو لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الزميل خالد القضاء أن مطالب المعتصمين تجاوزت مجلس الإدارة، مطالبة برحيل الحكومة التي تتحكم بالصحيفة، مؤكدا أن مطالب الصحفيين تتعلق بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وأن تضم كفاءات. مطالبنا تجاوزت مجلس الإدارة، تجاوزت بحل مجلس الإدارة، تجاوزت إلى 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 رحيل حكومة عبد الله نسور، لأنها هي تسيطر على أو تتحكم بصحيفة الرأي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي. المجلس الإداري يتكون من 9 أعضاء، 5 منهم من الضمان، فكل القرارات تأتي بناء على تعليمات حكومية من خلال الذراع القوي إلى الحكومة بالمؤسسة الصحفية الأردنية وهو الضمان الاجتماعي. فإحنا تجاوزنا أي قرار تصدر عن المجلس الإدارة الحالي نعتبرها غير شرعية وغير قانونية ولا نعترف بها أبدا. نحن نطالب بإعادة تشكيل مجلس الإدارة بكفاءات. بدوره أشار الكاتب الصحفي في صحيفة الرأي خالد فخيدة إلى أن مطالب الصحفيين أصبحت واضحة أمام الجميع، مطالبا باستقلال الصحيفة مهنيا وإعلاميا وأن تعبر عن إعلام الدولة الصادق في خدمة الوطن والمواطن. بداية بالنسبة لمطالب الزملاء أصبحت يعني واضحة للجميع، والمطلب الرئيسي هو مطلب استقلال الرأي مهنيا وإعلاميا حتى تقوم بدورها واجبها الإعلامي اتجاه الوطن واتجاه قضاياه. ما يريد الاعتصام بالنهاية أن تكون الحرية سقف السماء كما أرادها جلالة الملك، وأن تكون الرأي لكافة مكونات المجتمع الأردني، وتكون إعلام دولة حقيقي في التعبير عن قضاياه وعن مواقفه. منذ أكثر من 4 عقود والرأي هي الرأي تقدم خطاب الدولة وتحتل المواقع الأولى بحجم الإعلانات الحكومية كونها مملوكة لها، فهل تغير الخطاب لصحيفة الرأي لتأخذ منحا آخر مضادا له في الاتجاه قد يغير من خارطة الصحافة الأردنية؟
سؤال وتساؤل سيبقى برسم الإجابة خلال الأيام القادمة. هيثم محمد، الحقيقة الدولية.